فين رايحين؟ طوكيو دوم. وانتو تعرفوا طوكيو دوم؟ لا ما دراني. بس ممنوع يا تالي تركبي في الالعاب اللي موجودة في طوكيو دوم. ليش؟ عشان انتي مقاسك اقل من 120. لا طولك. لا اذا طولك 120 وفوق ارجع باقة شوية. ممنوع ماما انا بيهلوني. حتى يا تالي انت عارفة لو نقص بس واحد ما يخلوكيش تدخلين. ماما انت ما ترضيش تاكلي. ماما ها حبيبي انا بيهلوني العب اكثر من تالي. ايوه لانك انت شاطر. لين انا اكل انا بكون اقل من طويل. لا اصلا انت عارفة في مقياس للطول هناك يا توتا، كل ما حد يجي يدخل لازم يتأكدوا، الا اللي هو كبير زي مريم خلاص هم عارفين انه هو كبير. ماما ايش نعمل لي؟ الألعاب اللي هي ممنوعة على الأطفال الصغار اللي هم أقل من 120 لازم يعملوا قياس الطول ويعملوا لهم هذا الخطي. أشوفي أرين؟ هذا تبع أرين. في انتظار هذه اللعبة لهم نص ساعة مستنين. الآن تالين وفرح مستنين دورهم، بس لازم يتأكدوا من الطول. تالين تتجهز عشان تطلع. أخيرا بعد انتظار طويل أجا دورهم. لازم تتأكد طبعا من كل طفل وإنه مرتاح ولا لا. توتا لا هي تطلعهم على شوي شوي. وأخيرا تالي طلع. اليمنية أخيرا طلعوا. I'm gonna make you a hundred.
مريم هي وصحباتها. يلا الآن نروح للسفينة. خلصنا من الملاهي وأنا الطريق للبيت، وخلصنا اليوم جولتنا في الملاهي ورايحين على البيت.